بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوة الحضور، الضيوف الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من سنن البشرية أن تتطور وتتبدل وتتحدث، ولعل المراقب لهذا العصر يلاحظ أن التطورات تتسارع لدرجة أن المرء لم يعد قادرا على متابعة التطورات. فأصبحت التقنية في كل مكان، وأصبح العصر عصر التكنولوجيا، وأصبح أبناؤنا منغمسون في التقنيات منذ نعومة أظافرهم، بل وحتى قبل دخول المدارس. ولأن التربية والتعليم تقوم على مبدأ أن المدرسة لا بد أن تعكس واقع الحال، ولا بد لبيئة الفصل الدراسي أن تكون صورة عما هو خارج أسوار المدرسة، يكون التعليم فاعلا وجاذبا للطالب. من هذا المنطلق كان التعليم لا بد أن يتطور، وأنشأت الدول الهيئات والمؤسسات، وتسعى هذه الهيئات والمؤسسات إلى نشر المهارات والعلوم التكنولوجية بين الطلبة. وكما أن التكنولوجيا سهلت شتى مجالات الحياة وخاصة في مجال الاتصالات، كذلك سهلت أمر التعليم، فأصبحت المدرسة شاشة صغيرة، وأصبح التعليم متواصلا على مدى 24 ساعة، وأصبح الاتصال بالمدرس ليس مقصورا على فترة الدوام المدرسي، بل يتعدى ذلك إلى خارج ساعات المدرسة. كل ذلك من خلال التكنولوجيا والاحتسابات. ولا بد أن نتذكر هنا أن التعريف التقليدي للتعليم هو عبارة عن عملية اتصال بين مرسل ومستقبل، ولذلك كلما زادت فعالية هذه العملية زادت فعالية التعليم كاستنتاج هذه النظرية. وهنا يأتي دور التقنية كوسيلة اتصال بشكل أساسي، ويأتي دور شبكة المعرفة المدرسية كنموذج على تحقيق هذه العملية وعلى رفض المدارس بالوسائل التقنية اللازمة للاتصال والتواصل بين مختلف الشركاء في العملية التعليمية. نتحدث اليوم عما يمكن أن تقوم به شبكة المعرفة المدرسية أثناء مواجهة ظرف ما، لعل هذا الظرف يكون انقطاع بسبب عن الدراسة بسبب تفشي مرض معين مثل فيروس H1N1، أو لأي ظرف آخر أو غياب أي سبب ما. نتناول ثلاثة محاور. المحور الأول سيطرح استراتيجية مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية في مواجهة تفشي فيروس H1N1، أسأل الله الحفظ والسلامة. ومن ثم ننتقل إلى نموذج افتراضي لما يمكن لشبكة المعرفة المدرسية أن تقوم به في هذا المجال. وأخيرا سيكون هنالك عرض من شركة مايكروسوفت حول درس افتراضي مباشر بين طالب ومدرس. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نؤكد على نقطة معينة، وهي أن الوقاية هي خير علاج، ولكن يمكن أيضا أن يكون ذلك من خلال شبكة المعرفة المدرسية، يمكن أن يكون ذلك من خلال وضع النصائح والإرشادات للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين على شبكة المعرفة المدرسية. شبكة المعرفة المدرسية عبارة عن مظلة، كل له مكانه في الشبكة، ليس هنالك أحد خارج الشبكة. المعلم يمكن أن يحصل على المعلومة، والطالب وولي الأمر، فيمكن وضع المعلومات هذه ونشر الوعي بمخاطر المرض من خلال شبكة المعرفة المدرسية. يمكن أيضا عمل فيديو صغير كما نشاهد هنا. الآن ننتقل للوضع الافتراضي، كيف يمكن أن يكون هذه النظريات وهذه الأفكار أن تكون واقعا ملموسا من خلال الشبكة المعرفية. أولاً للإدارة دور، وللمدرس دور، ولولي الأمر دور. فنبدأ بدور الإدارة المدرسية، كيف يمكن أن تستخدم شبكة المعرفة المدرسية لنشر الوعي. في مدرسة عمر بن الخطاب بدأنا بوضع استراتيجية، ولوضع الاستراتيجية طرحنا أسئلة لمعالجة المشاكل. السؤال الأول هو كيف يمكن أن نتواصل مع الشركاء من أجل نشر الوعي بوجود الخطة الافتراضية وخطة الطوارئ في حال تفشي المرض. الحلول كانت من خلال عقد لقاءات مع أولياء الأمور،
من خلال خدمة الرسائل القصيرة، من خلال الإعلان على الشبكة المعرفية، من خلال في صفحات المدرسين، من خلال إرسال رسائل لأولياء الأمور. والجدير بالذكر هنا أن شبكة المعرفة المدرسية تضم أكثر من 40,000 مشترك في الوقت الحالي. السؤال الثاني هو كيف سننفذ الدروس في حال انقطاع الدراسة، سواء عن نسبة معينة من الطلاب أو عن عدد كبير من الطلاب أو حتى إغلاق المدارس بشكل تام، وهذا حدث في الأسبوع الأول. كيف يمكن أن تنفذ الدروس في هذه الظروف؟ كلنا نعلم أن العملية التعليمية تقوم على مدرس وطالب ومنهاج، فلتنفيذ الدروس لابد من توفر منهاج. التكنولوجيا وفرت لنا عملية التواصل بين المدرس والطالب في حال انقطاع الدراسة. الآن كيف نوفر المنهاج؟ نوفر المنهاج من خلال وضع المصادر التربوية ووضع المصادر التعليمية في مواقع الفصول الدراسية، لأن شبكة المعرفة المدرسية توفر لكل فصل دراسي في مادة معينة موقع صفحة إلكترونية يمكن من خلالها تحميل المصادر التعليمية على هذه الشبكة. لكن هنالك تحدي، أن البعض قد لا يكون له تواصل على الإنترنت في البيت. لهذا السبب كانت هنالك خطة أخرى بوضع نسخ ورقية لبعض الطلاب الذين ليس عندهم جهاز حاسب أو اتصال بالإنترنت في البيت، نسخ ورقية عن سكرتير المدرسة بإمكانهم أو من ينوب عنهم الحضور في أي وقت والحصول على هذه المسألة. السؤال الثالث، كيف نضمن أن تطبق هذه الخطة وبشكل ناجح؟ لضمان ذلك أخذنا بعين الاعتبار أن أكثر من 99% من طلابنا في المدرسة لديهم أجهزة حاسوب واتصال بالإنترنت في البيت، فهذا أول ضمان. الخيار الورقي هو الضمان الثاني. الخيار الثالث هو إعارة أجهزة اللابتوب للطلاب يستخدمونها في البيت، طبعاً ضمن سياسة معينة ويستلمها ولي الأمر وضمن شروط وتوقيع ولي الأمر على ذلك، بحيث نساعد هؤلاء الطلاب في عملية الاتصال والبقاء ضمن بوتقة التعليم. السؤال الرابع، وكيف نضمن بأن العاملين والطلاب والإدارة سيقومون بتنفيذ هذه الخطة؟ طبعاً أفضل حل هو أن تكون الخطة ليست مفاجئة في أي وليست رداً لحدوث فعل معين، ظهر فيروس H1N1 نضع خطة طوارئ. لا، يعني الوضع الصحيح هو أن تكون المدرسة مستعدة لأي طارئ في أي وقت. ولهذا السبب نحن في مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية نقترح أن ينفذ تمرين افتراضي لانقطاع الدراسة مرة واحدة كل فصل دراسي، بحيث يتدرب أولياء الأمور والطلاب والمدرسون على هذا الوضع، بحيث تكون المدرسة مستعدة لأي طارئ في أي زمان. طبعا الآن من ضمن دور الإدارة أيضا تطبيق الفعلي للسياسة من خلال وضع الإعلانات والإرشادات في المدرسة، من خلال وضع وسائل التعقيم للطلاب، وهذه صور حقيقية من مدرسة عمر بن الخطاب، ومن خلال وضع الكثير من الإرشادات، ومن خلال أيضا إرسال الرسائل لأولياء الأمور حول الإجراءات التي يمكن القيام بها ونقاط التواصل وكيفية الحصول على مصادر التعلم في حال انقطاع الدراسة. الآن الدور الآخر لإدارة المدرسة هو نشر الاستراتيجية من خلال شبكة المعرفة المدرسية. من خلال شبكة المعرفة المدرسية هنالك مجال لوضع بعض المواقع المفيدة، مجال لتنبيه الشركاء بالأحداث القادمة، هنالك أيضا فرصة لنشر الإعلانات، وهنالك أيضا لنشر كل ما يتعلق بقطاع الدراسة في ظل هذا الظرف H1N1 أو أي ظرف آخر في مكان معين. هنا أنشأنا على سبيل المثال ملف خاص في حالة انقطاع الدراسة، يمكن لولي الأمر أو أي مشارك في عملية التعليم أن يدخل هذا الملف ويحصل على كل ما يتعلق بالظرف الطارئ. الآن النقطة الأخرى هي عملية إدارة الجودة. إدارة الجودة في تطبيق الخطة هي مسؤولية النائب الأكاديمي في المدرسة، وتكون هذه من خلال عمل قوائم المهام التي على والأدوار والمسؤوليات التي يجب على كل مشارك في العملية التعليمية من مدرس وولي أمر وإداري حتى إداري أن يقوم بها. فعندنا هنا على سبيل المثال مهام منسقي المواد، مهام من المدرسين، مهام الإدارة، مهام أشياء عامة يجب أن تتوافر في المدرسة. هذه مأخوذة أيضا الأشياء العامة ساعدنا فيها من قسم الأمراض الأمريكي اللي هو Department of Disease Control. نعم. الآن هذه النموذج المهام التي يجب على منسقي المواد أن يقوموا بها استعدادا لظرف طارئ مثل انقطاع الدراسة.
فمن هذه المهام على سبيل المثال توفير الأوراق العمل، توفير المصادر الإضافية، توفير التقييم في حالة قطاع الفترات، ومهام النائب الأكاديمي، وضع منتدى لمناقشة المشاريع، وضع الأحداث على شبكة المعرفة المدرسية إلى آخره. الشاهد أن كل عنصر من عناصر المدرسة له مهام، وهذه المهام هنالك من يتابع تنفيذها. لأن ما الذي يجب على المدرس أن يقوم به؟ في حال حدوث هذا الظرف طارئ، دور المدرس يبدأ بتحديد المادة العلمية، لأن الطالب موجود، المعلم موجود، حلقة التواصل موجودة من خلال شبكة المعرفة المدرسية، لكن أين المنهاج؟ أين المادة العلمية؟ ومما تتميز به دولة قطر هو أن المدرس له حرية في اختيار المنهج التعليمي. قد يخطئ البعض ويظن أن المنهج التعليمي هو الكتاب المدرسي، لكن المنهج التعليمي أكبر وأوسع من ذلك وأشمل، كما تعلمنا في خلال مبادرة المجلس الأعلى للتعليم، وهذا ما يفهمه الكثير في دول أخرى. فهنا المدرس من خلال الشبكة المعرفية أيضا له الحرية في اختيار المادة العلمية التي يقوم بتدريسها للطالب. ونقطة بداية هي ليست نقطة بداية في تحديد المادة العلمية، لكن من أفضل الوسائل والأماكن التي يمكن الحصول منها على مصادر تعليمية هي موقع تواصل. موقع تواصل كما تعلمون أنشئ من خلال شبكة المعارف المدرسية، قام المعلمون الرواد في المدارس، معلمون أربعة في كل مدرسة، بعمل مصادر تعليمية لكل مادة دراسية. هذه المصادر مرت في معلية إدارة جودة وتم مراجعتها من قبل منسق المواد، والآن بلغ عددها حوالي 1000 مصدر تعليمي أنشأها معلمو قطر، أنشأها المعلمون الرواد في مدارسهم، وكثير منهم يحضرون معنا هذا اللقاء بجهود جبارة يستحقون كل شكر عليها. هذه المصادر منظمة في موقع تواصل، وهو موقع مفتوح لكل المدارس، يمكن لأي مدرس، ليس فقط لا يجب أن يكون المدرس مدرس قائد ليدخل، أي مدرس يمكن أن يدخل ويحمل أي مصدر تعليمي. منظمة حسب المرحلة الدراسية، المرحلة الإعدادية لها مصادرها، المرحلة الثانوية لها مصادرها، والمرحلة الابتدائية لها مصادرها، ومنظمة أيضا حسب المادة الدراسية، مصادر اللغة الإنجليزية في مكان، ومصادر اللغة العربية في مكان، ومصادر الرياضيات في مكان آخر، ومن ثم منظمة حسب الفصل الدراسي. فكما نلاحظ هنا هذا مصدر للرياضيات في الصف السابع، هذا مصدر آخر للرياضيات في الصف التاسع، وهلم جرى. الآن المدرس حدد المصدر المناسب سواء من موقع تواصل أو من أي مكان آخر، يقوم بتحميل هذا المصدر في المكان المحدد في موقع الفصل الخاص بطلابه، لأن كل فصل دراسي، كل صف دراسي في المدرسة له موقع خاص فيه، موقع لطلاب الصف الثامن أربعة على سبيل المثال. المدرس ثامن أربعة له حق الدخول لهذا الموقع، يدخل يحمل المصدر في مكان خاص محدد حسب المادة كما نشاهد، وهذه من مدرسة من يعني من موقع الشبكة المعرفية لمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية. الآن في الموقع هذه نظرة على موقع صف ثامن خمسة على سبيل المثال. في هذا الموقع نشاهد هنا بيانات التواصل مع جميع المدرسين الذين يدرسون هذا الصف في جميع المواد، إيميل البريد الإلكتروني الخاص بالمدرسين. نشاهد أيضا إعلانات لمتابعة المصادر التعليمية. نشاهد أيضا منتدى، هذا منتدى لمادة العلوم، يقوم الطلاب من خلاله بالتواصل مع بعضهم البعض ومع مدرسهم لمناقشة كيفية تنفيذ مشروع علوم. نشاهد أيضا قائمة بالأحداث والأمور المطلوبة من هذا الصف، يقوم بوضعها المدرسون من مختلف المواد لتذكير الطلاب. فالطالب عندما يدخل يشاهد أن عليه الآتي والخطوات التالية والمهام التالية، فيقوم بعمل الخطوات حسب ما هو مطلوب. الآن في حالة، وأؤكد هنا أنه في حالة استمرار الغياب عن المدرسة لفترة أطول من أسبوع مثلا، لأن التقييم، فتكون هناك لابد من تقييم اعتماد أو استخدام الطالب للمصادر التعليمية، لأن عملية التقييم جزء أساسي، وإذا أردت أن تحكم على نظام تعليمي فحكم على نظام التقييم ضمن ذلك نظام التعليم. يمكن القيام بعملية التقييم من خلال برنامج Exam Expert، وهو جزء من شبكة المعرفة المدرسية، يتم من خلاله عمل امتحانات، يتم من خلاله عمل واجبات إلى حد ما، ويتم من خلاله عمل اختبارات قصيرة متفاعلة وفعالية. فيمكن عمل اختبارات قصيرة لمتابعة مدى قيام الطلاب بمراجعة المصادر التعليمية والبحث. الآن ننتقل إلى دور الطالب. كيف يمكن وما الذي يجب على الطالب وما هو دور الطالب في حال انقطاع الدراسة؟ نعود أيضاً إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالطلاب، نشاهد فيها الأحداث، نشاهد فيها إعلانات المتابعة، نشاهد فيها موقع هيلب ديسك للطلاب للاستشارة والسؤال عن أي شيء آخر، نشاهد أيضاً
دراسات ومنتديات للطلاب بمناقشة مختلف المواضيع المشتركة. ومن ثم يكون التواصل، الطالب يجب عليه أن يذهب إلى الموقع الخاص فيه. أنا طالب في ثامن خمسة، أذهب إلى موقع ثامن خمسة لأتابع التحديثات والتطورات وأعرف ما هو مطلوب مني كطالب في هذا الصف. في صف ثامن خمسة أيضا يوجد التواصل والأشياء التي تحدثنا عنها سابقا في موقع أي فصل دراسي، وهي أشياء ليست فقط في هذا الصف ولكن في كل الفصول الدراسية في مدرسة عمر بن الخطاب. إذا أراد الطالب أن يستزيد من المصادر التعليمية أو أن يبحث عن المعلومة، لأن الطلاب هذا العصر أصبحوا يبحثون في الإنترنت وفي التكنولوجيا أكثر مما يبحثون في بطول الكتب. فمن خلال شبكة المعارف المدرسية هنالك اشتراك مجاني موفر من قبل المجلس الأعلى للاتصالات مع موسوعة بريتانيكا كما تعلمون، وهي موسوعة شاملة. يمكن للطالب أن يستخدم هذه الموسوعة للبحث عن مصادر إضافية للبحث ليستزيد من موضوع معين. الآن نذهب إلى دور ولي الأمر. ولي الأمر عليه الدخول المستمر لموقع أولياء الأمور لمتابعة الأخبار، وهذا الموقع يحتوي على الأشياء التقليدية في أي موقع من مناقشات، من أحداث، من إعلانات إلى آخره. وولي الأمر أيضا له صلاحية أن يدخل لموقع الطالب، موقع الفصل الدراسي الذي رأيناه سابقا، يتابع تعليم ابنه. ليس الهدف من دخول ولي الأمر هو أن يدخل ولي الأمر لمجرد المتعة أو لمجرد متابعة الأخبار أو لمجرد قراءة شيء ما أو مشاركة في المناقشات مع وكيل أولياء الأمور. الهدف أن يدخل ولي الأمر ليصبح شريكا في تعليم ابنه، ليصبح مسؤولا عن تعليم ابنه وليساهم في ذلك. أولياء الأمور غالبا لهم جهود طيبة في المتابعة، لكن عندما يصبح ولي الأمر جزءا من العملية التعليمية مع الطالب تكون بلا شك النتائج مثمرة أكثر. الآن نقطة لابد من نؤكد عليها وهي التعاون والمشاركة. فقال بعض العلماء في الفيزياء نيوتن يقول أنا أقف على أكتاف من سبقني. وهنالك مثل قطري يقول ربع التعاون وما ذنبه. فالتعاون والمشاركة هي العنصر الأساسي لنجاح أي مشروع، ليس فقط شبكة المعارف المدرسية. لكن في شبكة المعارف المدرسية الأمور قائمة على التواصل والمشاركة. مشاركات المعلمين القادة أثمرت في 1000 مصدر تعليمي حالياً. تصوروا لو أن كل معلم وضع مصدر تعليمي إضافي. طبعاً أشير هنا إلى أن الذين لديهم صلاحياتهم المعلمون الرواد في المدرسة، فيمكن لأي معلم آخر من خلال المعلم الرائد، لأنه يجب أن تكون هنالك آلية إدارة جودة، المعلم الرائد يقوم بمراجعة المصدر ويقوم بوضعه على موقع تواصل. تخيلوا كم من المصادر يمكن أن نشترك بها في دولة قطر. أنا واثق أن كل مدرس لديه من المصادر وفي جعبته من الموارد التعليمية التي جمعها على مدى السنوات الكثيرة الكثير. فلنتشارك في هذا الأمر ونتعاون فيه. وهذه صورة موقع التواصل، وهنا أيضا نشاهد على سبيل المثال فيلم فيديو حول H1N1 من مدرسة بيان الإعدادية. سننتقل للدرس الافتراضي. وأخيرا وليس آخرا نؤكد على أن إن لم يكن من الله للمرء عون